زوار الأربعين لهم مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لهم لكل زائر بكل خطوة يرفعها ويضعها أجر حجة وعمرة. فلنحاول أن ننتهز هذه الفرصة لكي نكون مثاليين، لكي نكون مناقبيين، لكي نكون نموذجيين، لكي نكون قطعة من الطهر والصفاء والنور مثل الملائكة وأفضل من الملائكة أيضا. لما لا؟ ما دام أنتم ماشيين على الدرب، فواحد يحاول يكون مثل سلمان، مثل سلمان المحمدي. قد لا يمكن لك أن تكون كسلمان المحمدي، ولكن يمكن أن ترتقي وترتقي وترتقي وتصير مثل المقدس الأردبيلي. قد لا يمكن أن تكون كالمقدس الأردبيلي، لكن يمكن أيضا أن ترتقي وترتقي بحيث لا تصدر منك معصية أبداً.